أعزائي المشاهدين في الرسالة لدورة شهداء الواجب من مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف لنشاهد أحداث الدورة. دورة شهداء الواجب 14 فعاليات الدورة حيث جرت اليوم ألعاب مختلفة، فعلى الصالة الرياضية في مدينة الملك فهد العسكرية انطلقت اليوم فعاليات تنس الطاولة. كذلك جرت اليوم على صالة رعاية شباب بالمنطقة الشرقية فعاليات الدور التمهيدي للعبة السباحة. معي اللواء عبد الرحمن عسيري مساعد قائد المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة التنفيذية لبطولة شهداء الواجب. أولا أرحب فيك عبر شاشة السعودية الرياضية. شكرا، وأشكر القناة الرياضية على الاستضافة وعلى ما تقدمه من مجهودات بالنسبة لإخراج هذه الدورة اللي تهم الجميع لما تحمله من اسم ومعنى لشهداء الواجب. ودنا تحدثنا عما رأيت اليوم في سباقات السباحة. والله أنا سباقات السباحة ما جيت إلا متأخر للأسف، لأنه كان فيه برضو التنس في الجهة الثانية وزرتهم هناك وجيت هنا، ولكن اللي شفته إن شاء الله أن الأمور طيبة بجميع القوات وكل مجتهد له نصيب. دعمكم الآن محدود لهؤلاء المواهب إذا صح التعبير، رأينا تحطيم أرقام قياسية، رأينا مواهب كبيرة في هذه البطولة. فيه دعم لهم من الشؤون الرياضية القوات المسلحة والشؤون الرياضية القوات البرية وجميع القوات الأفرع، ومتنافسين ومتسابقين على اللعبة الدوليين على أساس أنهم كل يحاول بقدر ما يستطيع يضم المجموعة للقوة التابعة لها. أستاذ أحمد زامل رمز من رموز الرياضة في المنطقة الشرقية أبو صقر، نرحب فيك في السعودية الرياضية. تسلم يا أخوي، شكرا على استضافتي في السعودية الرياضية، وأنا حاضر لكل أسئلتكم. أنا نعرف أنك من هواة السباحة، واليوم تفاجأنا في حضورك في بطولة شهداء الواجب لعبة السباحة. أنا متابعهم من معسكراتهم علي وربعه الجوية أربع شهور، ومتابعين السباحة. أنا أحب اللعب مختلفة، مش سباحة، كل الألعاب مختلفة عندي كوناها بالغازية وأسسناها، يعني أحب بكل صراحة زود عن القدم. القدم استمتع أشوفه برا، بس أنا مسبب لنا إشكالات كبيرة القدم يعني في كل الأندية. ايش رايك في المواهب اللي شفتها اليوم في لعبه السباحه؟ هذا انا مكتشفهم اكثرهم، ترى اكثرهم انا اعرفهم ذي مكتشفهم. عندنا منهم كانوا بالقادسيه واللي راحوا الاهلي واللي راحوا مروا علينا يعني، منهم محمد يوسف وماهر وكثيرين، والمرهون كثير. هذا ماهر سويت معه بغاية. احنا نقول اجل لعبه السباحه لعبه القدم ظلمت لعبه السباحه في حياه احمد زام. كثير كثير ظلمت عندي كثير، ألغت اللعبات، ويعني القدم كلت مثل ما كلت الميزانيات في الانديه وذي، بس لو زين بعد يديرونها صح يعني، تعرف القدم ما تفس الفريق الاول، الحين نجيب مواهب من بيئه ياخذ من المدرب الاجنبي، لازم ياسسون زي اليابان وكوريا، وشوف الصين بداوا يطلعون، لازم ربعنا يبتدون من الاساس عمره 11 12 سنه ينمونه المدربين، مهم يجيبون النشء يطلع جاهز زي كوريا واليابان، ما عمر بنقص الان لاعبين طلعون. وفي لعبة كرة القدم جرت اليوم مباراة بين منتخب القوات البرية مع منتخب القوات البحرية على ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف، وانتهى اللقاء بفوز منتخب القوات البرية بهدفين مقابل لا شيء منتخب القوات البحرية. مستمرين أعزائي المشاهدين في تغطيتنا لدورة شهداء الواجب، ويسرني أن ألتقي في العقيد أحمد الشهري مدير الشؤون الرياضية في الأسطول الشرقي في المنطقة الشرقية. أرحب فيك سعادة العقيد. الله يجزيك خير ويبارك في عمرك، وصراحة احنا في وقت البطولة الحين ومستمرين، استهزها فرصة بالنسبة لهذه البطولة. نتمنى لسيدي خادم الحرمين الشريفين تحمد له بالسلامة، والحمد لله على وصوله بالسلامة لنا، وهذا شيء فخر لنا والحمد لله على كل حال. عقيد أحمد، تعطينا انطباعك حول دورة شهداء الواجب. والله بالنسبة للدورة يكفينا اسمها طبعا، لأن اسمها الشهداء الواجب، ولا زالوا محفورين في قلوبنا مهما صار ومهما حصل من الوقت، ولن ننساهم أبدا مهما كان. فالحمد لله البطولة ابتدأت وتنظيمها جيد وكل شيء على ما يرام، وإن شاء الله أن نستمر إلى الختام بإذن الله على هذا الحال بإذن الله.
كيف شايف يعني مجمل البطولة من البرياض؟ فنيا الحمد لله مستوياتهم متقاربة، يعني ما في شيء، صار ممكن الجوية تكون يعني تكتيكها جيد، ولكن الحمد لله بالنسبة للفريق احنا كالبحرية ماشيين على طريقة صحيحة وإعدادنا له جيد. مستواه في المباراة هذه بالذات يعني أنا أشوفه ممتلك اللعب الحمد لله من ناحية فنية، وإن شاء الله ربي يوفقنا على أقل شيء نجيب حاجة في البطولة هذه بإذن الله. كابتن حمدان الحمدان لاعب منتخب البحرين، يقول لك هارد لك الخسارة اليوم، كيف شفت المباراة؟ أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء الحمد لله على كل حال. قدمنا مباراة كويسة قدام شقيقنا البرية، حاولنا أن نعوض خسارتنا الأولى بفوز يعني على الأقل يخلينا ننافس في البطولة. باقي البطولة ما انتهت، قدامنا فريق، قدامنا مباراة ضد الدفاع الجوي نحاول أن نعوضها، ما الله راد يعني الحمد لله. على كل حال أقول مبروك البرية وحظ أوفر للبحرية. كابتن أمير جلال مدرب منتخب البحرية، نقول لك هارد لك على الخسارة اليوم، وأسباب خسارتكم اليوم؟ والله ما في أسباب، فريق أدى ولعب كويس واللي عليه سواه، بس من كرة ثابتة قولهم يعني بالنسبة لنا احنا لما مقتنعين بمستوى فريقنا، وهذا بالنسبة لنا جهد بسيط، بالنسبة لهم عسكري ناس أكثر من شهرين ثلاثة شهور، كرة ثابتة وقول فيها بس. التوفيق إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. كابتن عادل سلمان مدرب منتخب البرية، ألف مبروك فوزكم اليوم. الله يبارك في حياتك إن شاء الله. كيف شفت المباراة؟ والله المباراة كانت قوية جدا بالنسبة للبحرية، غريقين يعني يبغون يغرقوننا وياهم، عشان كذا تحس المباراة دائما ضغط فيها بالنسبة للبحرية. اليوم انتهوا خلاص، لو تعادلوا ويانا لو فازوا لهم أمل، يعني معناته الآن طلعوا خلاص، عشان كذا تحصلهم لاعبين اليوم بروح قتالية أفضل من المباراة الأولى بالنسبة للبحرية. كابتن عادل اليوم فوز وقبل أمس فوز، ماذا عن المباراة القادمة وماذا عن البطولة؟ أنا أفوز وأمشي وإن شاء الله نلعب على النهاية على طول، لأن هنا النظام اللي يطلع ثاني يلعب مع ثالث عشان يلعب مع الأول، أنا إن شاء الله أفوز ثالث مباراة أطلع أول وألعب على النهاية، ما استنى فرق الثاني. إداري منتخب البرية الكابتن فرحان العنزي، ألف مبروك فوزكم اليوم، شعورك وأنت تفوز في المباراة الثانية؟ اللهم لك الحمد، يعني الخطوة اللي قلناها البطل يبقى بطل، وإن شاء الله نستمر البطولة الثانية المتتالية كبطل القوات المسلحة. كابتن فرحان انطباعك حول البطولة لغاية اليوم؟ والله الحقيقة يعني لا يخفى على الجميع يعني بطولة القوات المسلحة يعني غنية عن التعريف، ما شاء الله تبارك بطولة قوية ولها ثقلها، يعني يكفي أن أغلب لعيبة الأندية وخاصة الممتاز موجودين بهالبطولة هذه. بعد فوزكم اليوم طموحكم أنتم في المباريات القادمة؟ والله عندنا خطوة ثابتة إن شاء الله، لا غير الفوز إن شاء الله، يعني من بداية المشوار إن شاء الله لا نطالب غير الفوز، وطبعا هذه توجيهات يعني الإخوان في الشؤون الرياضية ودعم العميد ما شاء الله تبارك الرحمن السخي، وإن شاء الله عند الشباب عند حسن الظن إن شاء الله. كابتن عيسى أبو قدا لاعب منتخب البرية، ألف مبروك فوزكم اليوم. الله يبارك فيك، مبروك للجميع ومبروك للجمهور الحاضر والجميع المسؤولين في القوات البرية. توقعاتكم في البطولة؟ والله احنا نتمنى، احنا بدينا البطولة هذه ونظرتنا على شيء معين، واحنا قاعدين من مباراة لمباراة قاعدين نحاول ان نرتقي مستوى الفريق، الحمد لله اجتزنا المباراة الثانية، جمعنا 6 نقاط، وباذن الله ان نوصل للنهائي بدون ما نلعب المباراة الفاصلة حق الثاني والثالث. مصلح القرني رئيس الشؤون الرياضية في منتخب البرية، نقول لك ألف مبروك فوزكم اليوم. الله يبارك فيك طال عمرك. كيف شفت المباراة؟ أولا أشكركم قناة رياضية، القناة الذهبية أنتم دواما، المباراة حلوة من كل الطرفين. أولا قبل كل شيء أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن في هذه البلاد في ظل أبو متعب وأبو خالد، وأسأل الله للجميع التوفيق. وفي نفس المدينة جرت اليوم مباراة في كرة السلة بين منتخب القوات الجوية مع منتخب القوات البحرية. مستمرين أعزائي المشاهدين في تغطيتنا للرسالة اليومية لدورة شهداء الواجب، ويسرني أن ألتقي في مدرب منتخب البحرية الكابتن جمال الجاسر. نرحب فيك عبر القناة الرياضية السعودية بداية. أهلا وسهلا وحياكم الله يا أخي. كابتن جمال، يعني خسارتين في البداية واليوم المباراة الثالثة أمام الجوية. أولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البطولة هذه يعني قبل واحد يتكلم عن المستوى الفني، وهذه هي يعني فرصة لالتقاء الشباب العسكري، الشباب العسكريين، وبعدين البطولة هذه يعني مسماها بالنسبة لنا حاجة كبيرة، إن شهداء الواجب يعني لن ننساهم،
واحنا دائما معهم. بالنسبه للمستويات الفنيه البطوله هذه طبعا في فرق بالفرق يعني البريه والجويه، واتوقع استعدادهم وعملوا معسكرات طويله اكثر من الدفاع الجوي والبحريه، يعني اتوقع كل واحد عمل شهرين معسكر قبل البطوله. للعيبه الموجودين في البريه والجويه اتوقع جميع لعيبه المنتخب الوطني والعسكري مجمعين في الفرق، صح ان في البحريه في كم لاعب وفي الدفاع الجوي، بس الاكثر اللعيبه يعني في البريه والجويه. بالنسبه لنا طبعا المباراه هذه خسرناها صح، بس لو ان الله وفقنا اليوم وفزنا نظام البطولة يسمح لنا نرجع من جديد، يعني يعتبر دور تمهيدي، يعني هذه البطولة بالنسبة لنا أهم من المباراة هذه، أهم من المباراتين الأخيرة اللي فاتت، لو فزنا اليوم كنا ما خسرنا، نرجع نلعب بتصفيات من جديد وممكن نوصل النهائي. نظام البطولة يسمح لنا، اللعيبة يعني عندهم إحساس، شادين حيلهم المباراة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله بعد المباراة يعني أكلمك أقول لك إن شاء الله فزنا ورجعنا من جديد، صح إن خسرنا بس إن شاء الله ما راح تأثر علينا الخسارتين اللي فاتت. الكابتن خالد المشحن مساعد مدرب البحرية، نقول لك أهلا وسهلا فيك عبر القناة الرياضية السعودية. حياك الله وحيا الله المشاهدين جميعا. كابتن خالد، يعني تعطينا فكرة عن انطباعك حول البطولة مجملا. والله البطولة رائعة جدا، يعني فيها تنظيم كان رائع، وتنظيمها كان يعني فعلا يعني متقدم عن الدورات الأخرى من ناحية رعاية بعض الشركات وزي الاتصالات وزي البنك الاهلي وزي هذه، فكان فيها تقدم يعني حقيقه. انت كيف تشوف مستوى اللاعبين لكرة السله في هذه الدوره؟ في وجوه جديده نزلت يعني مع بعض الفرق وزي البريه وزي الجويه، وكانوا نجوم يعني نجوم لاعبين منتخبات من شباب وفريق اول، ومستوياتهم رائعه جدا. كابتن خالد، يعني بكون انك مساعد مدرب وقريب من اللعيبه، يعني هل ترى في استفاده من هؤلاء اللعيبه في الانديه؟ اكيد هم يعني من الانديه، هم من الانديه اصلا وجايين من الانديه وبيلعبوا، يعني ما بيستفيدوا منهم، بالعكس هي الانديه افادت القوات المسلحه بهؤلاء اللاعبين. يعني انا قصدي يعني انه في وجوه شابه تظهر في هذه الدورات عاده. اي في بعض احيان او بعض البطولات تنتج نجوم يبرزوا يلفتوا الانظار المدربين الانديه كذلك، ويكون عليهم العين ويختاروهم يعني بيكون. كابتن غسان الينبعاوي مدرب منتخب الجويه، نرحب فيك عبر القناه الرياضيه السعوديه بدايه. اهلا وسهلا. سلام كابتن غسان، يعني مستوى المنتخب الجويه في هذه الدوره؟ والله اعتقد بالعناصر الموجوده معانا هذه الدوره اعتقد انه مستواهم عالي، والدليل انه اقوى فرقتين البريه والجويه فازوا علينا بصعوبه في المباراتين السابقه، ولكن ما زال عندنا امل اليوم لو فزنا احنا نطلع الدور النهائيه، لانه البطوله الماضيه افتقدنا اربع لاعبين من البطوله الماضيه وهم لاعبين واساسيين في منتخب الملك الاول، بعضهم الاصابات وبعضهم الاعتزال اللعب، فهذا اثر على الفريق شوي، لكن ان شاء الله يعني ابتداء من مباراه اليوم ان شاء الله حيتغير الفريق. انت كيف تشوف مستوى الدوره ككل يعني؟ والله الدوره بتشهد تواجد غالبيه لاعبين منتخب المملكه والانديه الممتازه وصفوه من انديه الدرجه الاولى كمان، فاعتقد انها بطوله قويه وقويه جدا يعني. كابتن غسان، يعني برايك يعني هل استمرار هذه الدورات تفيد يعني الانديه والمنتخبات؟ اكيد ما شك فيه انه كثر المشاركات سواء الداخليه والخارجيه مهمه جدا للاعبين لرفع المستوى صراحه الفني واللياقه للاعبين. كابتن منير هوساوي لاعب منتخب الجويه، نقول لك اهلا وسهلا فيك في القناه الرياضيه السعوديه. الله يسلمك ويبارك فيك، شكرا. وانا اشكر القناه السعوديه الرياضيه على استقبال علينا الحمد لله. كابتن منير، كيف شايف مستوى البطوله؟ طبعا جيد يعتبر، والمنافسة موجودة والحمد لله. طبعا اللعيبة اللي موجودين في البطولة أغلبهم لعيبة منتخب المملكة، وبيشاركوا في القوات المسلحة وبتعطي فاعلية أكثر للبطولة والحمد لله. كابتن منير، يعني أنتم خسرتوا مباراتين، ماذا عن المباراة القادمة؟ إن شاء الله أننا بدنا نكسب إن شاء الله، وفريق البحرية يعني ما نستهين فيه، نحن كل مباراة نلعبها تعتبر مباراة بطولة أكيد، فإن شاء الله ربنا يوفقنا ونكسب المباراة ونستنى الفائز والمغلوب مباراة الجوية والبرية إن شاء الله.
إذا أعزائي المشاهدين، كانت هذه التغطية خاصة من القناة الرياضية لدورة شهداء الواجب والمقامة هنا في مدينة الأمير نايف بالقطيف. تقبلوا تحيات طاقم العمل، ومني أنا محدثكم نبيل الخالد.